فريق التجمع الوطني الأحرار السيد تامي الوزاني في حدود 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق التجمع الوطني الأحرار لمناقشة مشروع قانون رقم 6921 بتغيير القانون رقم 1595 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بأجل الأداء. ويأتي هذا المشروع قانون في إطار رؤية حكومية صائبة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي، وفي إطار مواكبة الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار، إضافة إلى كونه سيضخ السيولة اللازمة للمقاولات خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. بداية لابد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم أجل الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليست معيقة له، لكون هذه الآلية القانونية تندرج من حيث المبدأ في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية. وبدون أدنى شك فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية أجل الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، حيث قال جلالته: يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع ما يلي ذلك من فقدان العديد من المناصب الشغل. انتهى خطاب جلالة الملك. لا بد من التذكير أن أجل الأداء كمقتضى قانوني ظل موضوعا للنقاش والجدل بين المعنيين به، حيث عرض على مؤسستنا التشريعية لأكثر من مرة من أجل تدارك النقائص والعراقيل الذي تحول دون احترامه. وهذا دورنا كمشرعين، نعملون من أجل تجويد القانون وجعله في خدمة الاستثمار والتنمية والصالح العام، أخذاً بعين الاعتبار ما رصد مجلس المنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه بشأن مشروع القانون المعروض علينا اليوم، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة. إن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول أجال السداد والتي تحد من التشغيل والاستثمار والتنافسية وأيضا الولوج إلى الأسواق الخارجية، كلها معيقات استثمارية تتطلب تدخل المشروع لمعالجة بعض الأعطاب التي يتسبب فيها تأخر الأداء. ولهذا نراهن على المشروع الذي نتداول بشأنه اليوم للحد من تأخر أداء مستحقات الشركات، حيث يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص أجل أداء المستحقات على المعاملات إلى 60 يوم إن لم يتفق الأطراف على تحديد أجل الأداء، وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوم عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفوترة. كما من إيجابية المشروع نضمن لأحكام قانونية تهم سن نظام التصريح الدوري لدى الإدارة بطريقة إلكترونية يتعلق بالفواتير الغير المؤدة داخل الأجل والفواتير المؤدة كليا أو جزئيا. رغم تقدم المغرب ببعض المراكز في مؤشر ممارسة الأعمال فإن المؤشرات العشر التي تم الاستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما في مؤشر احترام العقود التجارية، كما أن معدل أداء الديون المستحقة على مقاولات القطاع الخاص يصل إلى 3 أشهر بينما يصل للمؤسسات العمومية إلى 10 أشهر.
كما أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء حسب مقتضيات المشروع القانون الذي سوف نصوت عليه يعد مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ الاستثمار. إن إضفاء الشفافية في المساطير وتقليص الأداء باعتبارها من عوامل تحسين مناخ الأعمال وخفض مخاطر الاستثمار ومحاربة عراقي له صار أولوية وطنية. لهذه الأسباب سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، شكرا سيد الرئيس.